اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين. الفوط من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون موجوده في مطبخك. في انواع كتير وخامات مختلفه، والفوط بتكون يعني حسب استخدامك. يعني لو هتستخدميها في حاجه للتلميع غير لما تستخدميها في حاجه لمسح الاسطح، غير لما تستخدمي حاجه للتنشيف بيها. الفوطه لو مش مناسبه مش هتنظف الحاجة اللي انت عايزة تنظفيها، بالعكس هتخلي الحاجة متبهدلة اكتر. اول حاجة ان احنا هنتكلم عن فوطة التنشيف. لو هتنشفي هتكوني محتاجة فوطة بتشرب المية، لو بتنشفي مثلا اطباق او حلل، وخصوصا لو عندك حلل استانلس. الاستانلس لما بيتغسل لازم يتنشف على طول عشان بيعمل بقع في الحلة نفسها، وده بيبقى شكلها مش حلو. طب وليه لونها ابيض؟ علشان لما تغسليها في الغسالة دورة غسيل للغلي، او مثلا على البوتاجاز زي ما انا هقول لكم بعد كده، تكون تمام كده في النظافة وكويسة. القطع دي بقى، الفوط الكبيرة دي، لو يعني بتاعة تنشيف الايدين في المطبخ لازم تبقى شبه المنشفة العادية، لا عاملة زي الميكرو فايبر ولا شعرها كتير وناعمة، لان دي مش بتمتص المية. بتبقى عندك بقى كذا واحدة هينفعوكي جدا جدا. حاولي انك تبدلي فيهم، لانها بتبقى كويسة قوي انك تمسحي بيها ايديكي، او مثلا لو عامل عجين تغطي بيها العجين، ما بيبقاش فيه منفذ للهواء. وبرضو لو عاملة زبادي بتغطي بيه، بتبقى كويسة قوي في التغطية بيهم. الفوط بقى اللي من النوع ده بتصفي عليها مثلا الاطباق، او تصفي عليها كوبايات حلل تكوني غسلاها وتحطيها على الرخامه جنبك او على الصفايه، تصفي عليهم المواعين دي. وكمان لو عايزه تصفي خضره تحطيها عليها تمتص كل الميه اللي فيها. بتبقى كلها عباره عن قطن في قطن، واتغسلت وتتغسل معايا كذا مره، ومش جديده، هي قديمه. ممكن نصفي عليها الحلل لو ما عندكيش فوط زي ما قلت لك. دي بقى حلل فوط التنشيف اللي هي مشهوره دلوقتي، بتبقى جواها كده زي اسفنج بتمتص الميه كويس قوي. تفرشيها جنبك وتنشريها بعد كده في الهواء تنشف. الفوط الناعمة دي بقى اللي هي بتكون شبه البطانية، هي بتتباع كده في المحلات بتاعت الأدوات المنزلية، وبتبقى متسرفلة كده من الأجناب بتاعتها، اللي هي قماشة البطانية اللي بيقولوا عليها دفاية. دي بقى أحسن حاجة بستخدمها علشان تلميع الخشب، بتلمعي بيها الخشب بتكون بصراحة ممتازة. ليه بقى؟ لأن البليتش لما يجي يترش بيترش طبعا على الفوطة، مش بيترش على الحاجة الخشب على طول اللي انت بتلمعيها، ودي الطريقة الصحيحة. فلما برش البليج على الفوطة دي مش بتمتص خالص البليج، وبيبقى كله، فبيفضل البليج زي ما هو على الفوطة. وكمان لو حصل فيها بقعة، البقعة يعني بتنضف في ثواني من مجرد الغسيل بتاعها. دي بقى الفوط الصفرة اللي بتبقى بتتباع في كيس كده، كذا فوطة مع بعض، بيكونوا خمسة فيها أو سبعة حاجة زي كده. طبعا الفوط دي معروفة من زمان. دي بقى كل ما تغسليها بتتقل، ممتازة جدا جدا في مسح البوتاجاز والبقع الموجودة على البوتاجاز من شوية دهون ولا حاجة، مش بتمسك فيها وبتطلع على طول مجرد الغسيل. يعني شوية دهون كده نزلوا على البوتاجاز او على الرخامة تمسحي بيها كويس قوي، بتكون ممتازة. وممكن تمسحي بيها السيراميك كمان وانت واقفة بعد ما تخلصي يعني طبيخ على النار وتخلصي اكلك وتطفي بقى خلاص. السيراميك ممكن يكون ترتش عليه اي حاجة من الدهون اللي انت بتستخدميها، فممكن انك في الوقت ده تمسحي بيها، هتبقى كويسة قوي. باستخدام بقى يعني حاجة ترشيها كده منظف سريع هينضف في ثواني. النوع ده بقى اتشهر قوي لان هو برضو بيتباع رخيص، بيبقوا حوالي 4 في باكت كده مع بعض. الفوط الميكرو فايبر دي يعني كويسين قوي لتلميع ايه، لتلميع مثلا التلاجة او الستانلس. كمان قطع صغيرة كده بيكون فيها نسبة شعيرات ناعمة، او بيقولوا عليها حريرية. دي بقى حلوة قوي علشان تنضفي بيها الكنب والركنة واي حاجة كابوتوني، هتبقى سهلة معاكي قوي.
الصورة دي بقى، قصدي الفوطة دي بقى، يعني كويسة قوي لمسح البوتاجاز، وبتلمع كويس وبتمسح السيراميك بتاع المطبخ حلو قوي. الفوط دي بقى الصغيرة دي اكيد كلنا جبناها، مناسبة جدا لمسح السفرة اللي هو اي ازاز عندك قبل ما يتلمع، يعني بتلم كل حاجة موجودة، وحلوة جدا في مسح الخشب برضو. انا يعني بفضلها انها تلم كل حاجة وهي ناشفة، بتبقى كويسة جدا. دي برضو فوطة قطنية، ممكن انك تستخدميها انك تلمعي بيها الستانلس، وممكن كمان انك تستخدميها لتنشيف ايديكي. الفوطة بقى اللي رهيبة قوي دي بقى، دي بكل الفوط اللي فاتت، الفوطة دي بقى يعني انت لو ما عندكيش الفوطة بتاعة تنشيف المواعين اللي بتبقى جنبك على الرخامة، ممكن انك تنشفي عليها المواعين. هي مايكرو فايبر على وشين كده، ممكن انك تلمعي بيها المطبخ او الرخامة، او مثلا تنشفي طبق. سريعة قوي في الامتصاص للمية، كويس قوي في تلميع بقى الخشب والازاز. حتى لو انت نشفتي بيها ايديكي بتمتص كويس جدا جدا المية. تعلقيها جنبك كده لتنشيف ايدك، وخصوصا بقى الشتاء جاي، فالجو هيبقى برد والمية هتبقى ساقعة، والمية في ايديكي هتسقعك اكتر. طب احنا عايزين بقى ننضف كل الفوط دي بقى، هننضفها ازاي؟ هنعمل ايه؟ هناخد ربع كوباية من كل نوع من دول، اللي هو سائل المواعين اللي بتستخدميه، برسيل جل، وكمان ربع كوباية من الخل. هنحطهم كلهم على بعض في ازازة كده جانبية لوحدها. كل يوم بعد ما تخلصي استخدامك للفوط في اخر اليوم قبل ما تنامي، هتغسليهم في طبق كده مع بعض، بالتركيبة اللي فيها 3 مكونات دي، وتغسليها كويس قوي على ايديكي، وتشطفيها كويس، وتنشريها بقى بره في الهواء، يصبح عليها الصبح الشمس تيجي عليهم فيتعقم. بلاش بقى انك تنشري حاجة على حنفية في المطبخ او على باب البوتاجاز وتنشف، عشان ميحصلش كمكمة وريحة مش كويسة. في طريقة تانية بقى للتعقيم والريحة الجميلة، كل فترة طويلة بقى هتجيبي حلة هتحطي فيها مية، وكمان هتحطي فيها اريال وبيكربونات الصوديوم، وربع كوباية كده من الخل، هتضيفيهم كلهم على المية وتحطيهم على النار لغاية ما يوصلوا لدرجة الغليان. تنزلي فيهم الفوط وتسيبيهم مع بعض يغلوا شوية 5 دقايق. بعد كده هتطلعيهم يعني تعصريهم وتشطفيهم بمية من غير أي حاجة خالص، وتنشريهم بقى في الشمس. هيقعدوا معاكي فترة طويلة وهيبقوا زي الفل لو فيهم أي حاجة يعني هتطلع منهم، سواء دهون سواء أي حاجة. في حاجة كمان كنت عايزة أقول لكم عليها، هي المناديل بتاعة المطبخ، بس أنا نسيت أجيبها هنا معايا في التصوير. مناديل المطبخ لازم تبقى موجودة، حتى لو مناديل عادية اللي هي اللي بتتسحب بالواحدة دي، تكون حاجة رخيصة كده شوية تجيبيها تحطيها معاكي في المطبخ. لو نقطة لبن نزلت على الرخامة، انتوا عارفين اللبن بيعمل ريحة، لو مثلا انت بتكسري بيضة شوية منها نزل على الرخامة او على البوتاجاز، تحطي عليها شوية ملح وتمتص على طول، المنديل يمتص على طول الحاجة السائل دي وترميها على طول، ما تستنيش ابدا، علشان في ثواني كده، حتى لو القهوة وانت بتعمليها فارت منك او اللبن فار على البوتاجاز ولا حاجة، في ثواني كده اي حاجة فيها لبن، فيها قهوة، فيها بيض، فيها اي حاجة، على طول تحطي عليها المنديل يمتص وترمي على طول، مش لسه بقى هتبقعي فوطة وتغسليها والكلام ده. خلي الفوطة للحاجات التانية بتاعة التلميع وبتاعة انك تشيلي بيها تراب والحاجات دي، عشان تفضل معاكي فترة طويلة، ده للحفاظ عليها. طيب هكلمكم دلوقتي عن فوط ايكوي. الفوط دي للي مش عارفها بقى، ميزتها ايه؟ بتخليكي تستغني خالص عن المنظفات. لو جبتي الفوطة مثلا بتاعة الازاز، مش هتستعملي اي ملمع ازاز معاه. وانت بتشتري الفوطة دي بتشتري معاها صابونة اسمها صابونة غار او صابونة زيت الزيتون، يعني بتقعد عندك فترة طويلة جدا، لان الفوطة لازم انها تتغسل بيها، علشان هي اللي بتحافظ على كفاءة الفوطة دي. طريقة استعمالها بقى، وانتي بتنضفي بتبلي الفوطة شوية مية، وبعد كده بتعصريها كويس، تلمعي بيها بقى اي ازاز، يعني هي حرفيا ممتازة. اكتر فوطة برشحها لكم فوطة الازاز دي، وكمان فوطة التراب، ممتازين جدا وروعة.
فلما ضربوا يعني ابدأوا بفوطة الإزاز، هتعجبكم قوي. المدورة دي بقى استخدامها بيكون للشنط وللشوزات كمان والكوتشيهات والحاجات دي. بتبليها بس شوية مية وتعصريها وتمسحي بيها الشنطة، فبتكون حلوة قوي ونظيفة. أما في كذا حد قال إنها حلوة للدهون بتاعة المطبخ، فهو لأ، ملهاش أي علاقة خالص بالدهون بتاعة المطبخ. فلو ناوية تجيبيها لدهون المطبخ أنصحك بلاش تشتريها أساسا، لأنها مش هتساعدك في أي حاجة خالص في المطبخ. بص بقى، هي كمان مش بتشيل أي شخبطة من على الحيطة، ممكن تشيل بس بقعة لسه واقعة على السجادة طازة. يعني لو البقعة دي قديمة وناشفة وفات عليها وقت طويل، مدة طويلة يعني، فلا مش هتشيلها خالص. برضو في الهدوم، لو الهدوم جه عليها بقعة لسه قريب، يعني لسه في نفس في الحال يعني، هتشيلك البقعة. لو البقعة دي نشفت على الهدوم برضو مش هتشيلها خالص. هي بتنظف الحاجات البسيطة والحاجات الخفيفة زي الشنط وزي الشوزات والحاجات دي. ممنوع منعا باتا انك تمسحي بيها الاسطح السخنة، زي سطح البوتاجاز وهو سخن او سطح فرن مثلا سخن او مايكروويف. اصبري خالص لغاية لما يبرد السطح ده وبعد كده امسحي. ممنوع كمان انك تكويها بالمكوة. لو هتستخدمي مية دافية عادية استخدميها، يعني مش هيحصل لها اي حاجة. بس يا بنات، وهو ده كل رأيي او كل معرفتي عن الفوط بتاعة المطبخ. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة بالفيديو. ما تنسيش اللايك، احب اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي. لغاية ما اقابلك خلي بالك من نفسك. باي باي.